فيحذر المسلم شد الحذر، خاصة اللي يستقيم يعني في بداية استقامته، لأن هؤلاء ايش يقول؟ لا أنت مسرف، كنت في مخدرات، كنت في سكر، كنت تارك للصلاة، نعطيك باختصار باختصار تكفر السيئات هذه كلها، الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. فيستقطبون هؤلاء ويحمسونهم، حتى كما علمتم أن حتى عن طريق الألعاب، أن كيف الإسلام مستهدف، كيف قتلهم المسلمين، وكيف يجمعون هؤلاء الناس. وكما يقول الشيخ الثمين، العاطفة إن لم تنضبط صارت إيش؟ عاصفة. فيقوم هذا يفجر بنفسه، يقول هذا أخصر طريق للجنة، فجر نفسك وتدخل الجنة على طول. كل هالملفات اللي عندك، مخدرات، مسكرات، فواحش، منكرات، عقوق، تنهيها الآن. ها، زر واحد ما شاء الله تتبدل سيارتك حسنات.